مستقبل مجهول ينتظر الأطفال الذين يدمنون على استخدام الأجهزة الذكية، هذا ما أكده الأطباء المتخصصون في جراحات العمود الفقري الذين لاحظوا في الآونة الأخيرة زيادة مضطردة في تقوسات العمود الفقري عند الأطفال بسبب الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية، مما استدعى إلى التدخل الجراحي بعمر مبكر. العمليات اللي قمنا فيها بسبب التلفونات أغلبيتها عمليات ديسك، وللأمانة بالفترة الأخيرة قاعد أشوف عمليات ديسك لناس صغار بالسن في مرحلة الشباب، وهذه ما كانت واردة. كانت مشكلة الديسك بعد سن 20 مو قبل سن 20، لا الحين نشوفها بسن أصغر. وفي وضعية الوقوف الاعتيادية تحمل الرقبة وزنا بما يعادل 4.5 وهو متوسط وزن الرأس، فكلما زادت درجة انحناء الرأس إلى الأمام للنظر إلى الهاتف ازداد الضغط على فقرات الرقبة. الإفراط في وضعية الانحناء يؤدي إلى آثار سلبية تراكمية، منها الشد في العضلات، تغيير انحناء العنق الطبيعي. من طرق تقليل مخاطر استخدام الهواتف الذكية عدم استخدامها لفترات طويلة متواصلة، تفادي انحناء الرأس للأمام ورفع الهاتف إلى الأعلى للقراءة. القضية هنا لا تقتصر فقط على أضرار الهواتف الذكية على الرقبة والعمود الفقري، بل بحسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن هناك احتمالية الإصابة بالسمنة والسمنة المفرطة. هو طول الوقت قاعد يأكل، يستمتع في الأكل، لأن أصبح الآن يربطها هو الطفل بأن متعة اللعبة اللي قاعد يلعبها أو الشيء اللي مركز فيه في الآيباد بالهواتف الذكية مربوط بالأكل، ولن يشبعه الأكل العادي. فتلاقين معظم الأكل اللي يأكله هو الجنك فود. تقولين لي وين نهاية هذا الطفل؟ هذا الطفل اليوم وإحنا في هذا يعني التاريخ من الزمن بدأنا نجري عمليات سمنة للأطفال. ما ذكر سابقا هو بمثابة جرس إنذار للأهالي ولأبنائهم، ولكن بالمقابل هذه الوسيلة أصبحت كسلاح ذو حدين تحمل معها آثار إيجابية وسلبية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.